المحاضرة الثانية ستتمحور حول تطور السياسات الاجتماعية، وسأتناول مجموعة من الإشارات والمقارنات الأساسية. إذن لما نعود إلى التاريخ، إلى تاريخ الاجتماعي أو السؤال الاجتماعي، نميز بين ثلاثة أشكال من التدخل. التدخل الأول كان يتأسس انطلاقا من المساعدة الاجتماعية، لاسيستانس سوسيال. والتدخل الثاني التدبير الزجري للاجتماعي. أما التدخل الثالث فكان للسياسات الاجتماعية، والسياسات الاجتماعية هنا بصنفين. إذن السياسات الاجتماعية عندها جوج الأنواع. النوع الأول سياسات اجتماعية قائمة على منطق التضامن، لوجيك دو سوليداريتي، يعني كل واحد المنطق تضامني. وهذه السياسات الاجتماعية القائمة على منطق التضامن كذلك فيها نوعين، كاين السياسات الاجتماعية الاستهدافية، وكاين السياسات الاجتماعية الشمولية. بعد هذا النوع، هذه النوعين، نجد النوع الثاني من السياسات الاجتماعية اللي هو السياسات الاجتماعية القائمة على منطق التأمين. إذا نضبط هذا الأمر مزيان، السياسات الاجتماعية قائمة على، فيها نوعين السياسات الاجتماعية، تدخل ديال السياسات الاجتماعية فيه جوج الأنواع. كاين السياسات الاجتماعية اللي قائمة على منطق التضامن، وهذه السياسات الاجتماعية القائمة على منطق التضامن فيها كذلك نوعين، فيها واحد سياسات اجتماعية استهدافية، واثنان سياسات اجتماعية شمولية. عاد كنرجع كنقول النوع الثاني في السياسات الاجتماعية اللي هو السياسات الاجتماعية القائمة على المنطق التأمين. إذن مع التأكيد ينبغي أن نؤكد على أن إلى اليوم، إلى يومنا هذا، الأنواع الثلاث، ما هي الأنواع الثلاث؟ هي النوع الأول الاسيستانس سوسيال، يعني الاسيستانس سوسيال المساعدة الاجتماعية، تدبير الزجري الاجتماعي، السياسات الاجتماعية. هذه هي الأشكال الثلاثة ديال التدخل الاجتماعي. هذه الأنواع الثلاث لا زالت سائدة إلى يومنا هذا في مختلف المجتمعات، وسوف نقدم بعض الإشارات وبعض المقارنات في هذا المجال. بعد ذلك سوف نركز على القطائع بين التدبير الاجتماعي والسياسات الاجتماعية لفحص مدى قابلية هذه النماذج للاختبار. لابد من الإشارة كذلك إلى أن التأريخ لأشكال التدبير الاجتماعي في مرحلة أولى يعتبر أساسيا للمرور إلى تناول السياسات الاجتماعية أو فهم السياسات الاجتماعية. وهذا الأمر يطرح صعوبة، لأن بناء التاريخ يطرح صعوبة بالنسبة للسياسات الاجتماعية وبالنسبة للتدبير الاجتماعي، سواء تعلق الأمر يعني بأوروبا وكذلك بالمغرب. ولكن قبل أن نتحدث عن سياسات اجتماعية لابد أن نشير إلى الحركة الاجتماعية العمالية، وهذا أمر مهم، لأن الحركة العمالية كانت بالموازاة معها حركة تشريعية ساهمت في بلورة سياسات اجتماعية. ولكن التدبير الاجتماعي وكان معروفا منذ القدم، ولكن التدبير الاجتماعي هو ينبني على منطق الإحسان، منطق ديني، فيه أعمال الخير، فيه المساعدة، فيه المساعدة الموكولة للضمائر، وذلك من أجل التخفيف يعني من حدة الفقر. لعبت الديانات هنا، الديانات الثلاث، الديانات السماوية والحنفية الثلاث، أو الديانات الإبراهيمية الثلاث، لعبت دورا كبيرا يعني في تقوية التضامن الاجتماعي والتدبير الاجتماعي، يعني قبل السياسات الاجتماعية.
لماذا؟ لأن في الدين نجد الصدقة، نجد الإحسان، نجد يعني إلى غير ذلك من الأحاديث والصور، سواء في الإنجيل، سواء في التوراة، سواء في القرآن، كلها تؤكد على أعمال الخير وأعمال البر. وخلال القرون الوسطى احتلت الكنائس أو لعبت الكنائس دورا مهما في التدبير الاجتماعي، من توفير المأكل، الملبس، المسكن للفقراء، للمحتاجين، كما هو الحال بالنسبة للعالم الإسلامي. لعبت الديانة الإسلامية أو الدين الإسلامي لعبت دورا، وفي المغرب لعبت الزوايا، لعبت زوايا هذا الدور، حيث كانت توفر المأكل والملبس والسكن وإيواء، يعني إيواء أبناء السبيل إلى غير ذلك من الأمور التي عرفت يعني في هذه العصور. ولكن في بعض الأوساط الحرفية، أنا غادي سوف أشير إلى نقطتين أساسيتين تتعلق بالمجتمع المغربي. النقطة الأولى تتعلق بالمجتمع البدوي القروي بين قوسين. مثلا هنا يمكن لي نحيلكم على الكتاب ديال الأستاذة رحمة برقية، كتاب ديال الأستاذة رحمة برقية، لما تتكلم تقول مثلا كان نوع من التضامن يسود مناطق قبائل زمور، بحيث أن كان الذي يملك الماشية مثلا والبقر والغنم يعطي بعض رؤوس الماشية لي مثلا افراد من فرد من عائلته او من الاخص ديالو ولا من الفخذة ديالو، لكي يرعاها ولكي ياكل من لبنها وحليبها الى غير ذلك. في المغرب كذلك النقطة الثانية هو الحرفيين. الحرفيين لعبوا واحد الدور مهم في التضامن الاجتماعي، بحيث كانت مثلا يعني الدباغين والنجارين، وكانوا يؤسسون صندوقا، وهذا الصندوق يساهمون فيه بشكل دوري، فلما يقع أحدهم مثلا في يعني في عجز مثلا، أو يتعرض لحادث معين إلى غير ذلك، كانوا يمولونه من هذا الصندوق، كما أنهم كانوا يلجأون للعقاب أو للتدبير الزجري للاجتماعي، بحيث الذي لا يساهم لا يمكن أن يمول من هذا الصندوق. ومن هنا يصبح التدبير الزجري للاجتماعي يدخل في إطار المسألة الاجتماعية أو في إطار تدبير المسألة الاجتماعية. ايضا هنا غنتكلم شيئا ما عن 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 عن, عن بريطانيا. بريطانيا مثلا يعني قبل الثورة الصناعية كان التدبير الزجري للاجتماعي معروفا في بريطانيا وفي فرنسا، كما هو الحال في ألمانيا. فمثلا في بريطانيا كان التدبير الزجري لجمع الفقراء والمشردين، مثلا 1850 كان مرسوم، يعني أصدره ملوك بريطانيا آنذاك، أن الفقراء والمتسكعين بموجب هذه المراسيم يتم توقيفهم وحبسهم ومعاقبتهم بالسجن، بحيث أن في سنة 1767 تم توقيف حوالي 50,000 مشرد ومتسكع. ولكن في المقابل كان مرسوما في بريطانيا يقول بأن الفقر هو من مسؤولية الدولة، والدولة تعترف بالفقر، تقول أن صناعة الفقر هو من الدولة، سياسات الدولة، ولكن تقول الدولة ينبغي أن توفر العمل للقادرين عنه، ولكن توفر مساعدات لغير القادرين على العمل. وبالتالي جاء هذا التدبير الزجري، فالتدبير الزجري هو يقوم بحبس المتسكعين والمشردين القادرين على العمل، كما هو الحال في فرنسا. فرنسا مثلا كان لو ديبو دي بوفر، يعني مرآب ولا مستودع، عفوا مستودع للفقراء، يعني كان بموجب هاد ملوك فرنسا في 1767 يعني أنجزوا أو أنشأوا مستودع خاص للفقراء، ويتم تجميع الفقراء في هذه المستودعات، أو دور ميزون دي بوفر، دور للفقراء، يتم كذلك توزيع أو حبس يعني الفقراء في هذه المستودعات. في بريطانيا صدر عام 1536 قانون يعتبر بمثابة الاعتراف الرسمي بمسؤولية الدولة في مساعدة الفقراء، وهنا تمت علمنة المسألة الاجتماعية. ما معنى علمانة المسألة الاجتماعية؟ هو أن 1500
36 1935 1536 تم الاعتراف بالفقر وأن الدولة عليها أن تساعد الفقراء الذين هم في وضعية لا تسمح لهم بالعمل، ولكن الحبس والسجن للذين يقوون على العمل، وبالمقابل الدولة ينبغي أن توفر لهم العمل. ولكن 1539 بريطانيا ستقوم بعلمنة السؤال الاجتماعي. ما معنى علمنة السؤال الاجتماعي؟ هو أن يخرج السؤال الاجتماعي عن طابع الإحساني. وكان سنة في هذه السنة سمحت أو تم إصدار قانون أو مرسوم يسمح للكنيسة بجمع الضرائب. لاحظوا، إذا ما بقاتش الكنيسة كتمول هذوك المساعدات انطلاقا من الإحسان من الدين، ولكن تم جمع الضرائب، أن الناس تدفع الضرائب. إذا الكنيسة سمح لها بجمع جزء من هذه الضرائب لتمويل هذه الاحتياجات. تم استصدار مجموعة من القوانين المتعلقة بالأجور، وتوجت هذه المسيرة 1601 بوضع تشريع مشهور لصالح الفقراء، وأطلق عليه قانون الفقراء. 1900 غتبقى هذه القوانين والتشريعات سائرة إلى 1907 رعاية قانون رعاية الأحداث، و 1907 رعاية الأحداث، 1918 قانون يتعلق بالأمومة ورعاية الأطفال. بريطانيا، فرنسا الآن سأمر مع ألمانيا، وألمانيا في عهد بسمارك. في عهد بسمارك 1883 سيكون هناك مجموعة من القوانين المتعلقة بالتأمين عن الشغل، تأمين أثناء فقدان الشغل، خاصة أثناء الحوادث أو ليزاكسيدون دو ترافاي. 1884 بدأ نظام الحماية الاجتماعية، التأمين والحماية الاجتماعية، وبدأت تستهدف فئات العمال. ومن هنا تصبح السياسات الاجتماعية الاستهدافية هي سابقة عن السياسات الاجتماعية الشمولية. إذن بعد ذلك توالت يعني مجموعة من القوانين المتعلقة بتطوير التأمين الاجتماعي، وتوسعت السياسات الاجتماعية في مختلف المجالات الصحية والأسرية وتوفير المعاشات. التدبير الاجتماعي في فرنسا قبل بناء دولة الرفاه الاجتماعي ببعض الإجراءات الزجرية، إذن تميز بالإجراءات الزجرية والتي أشرت إليها سالفا، منها لديبو دو بوفر، لميزون دو بوفر 1767 كان العقاب للمتسكعين وللفقراء، 1785 في نهاية القرن التاسع عشر تأثرت فرنسا، هنا تأثر فرنسا بأشكال التدبير الموجودة في كل من بريطانيا وألمانيا. وهي كذلك في سنة 1919 غادي يصدر أول قانون في فرنسا حول المعاشات الخاصة يعني بفاقدي الشغل، عن تأمين عن الشغل بالنسبة للذين يتعرضون لأحداث أثناء الشغل إلى غير ذلك. ومن هنا بالنسبة للباحثين في السياسات الاجتماعية يرون على أن قانون 1919 يعتبر بداية السياسات الاجتماعية بالنسبة لفرنسا. إذن تأثر التدبير الاجتماعي والسياسات الاجتماعية بدور المؤسسات الدينية، إذن المؤسسات الدينية تأثرت يعني في هذا الجانب، كذلك الاتجاهات الليبرالية، ثم الأفكار الاشتراكية والاشتراكية الديمقراطية، وأخيرا الليبرالية الجديدة. وإذا كان من الضروري رصد التطور التاريخي للتدبير الاجتماعي فحسب كل دولة منذ يعني العصور الوسطى إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، فإنه من الممكن كذلك منذ الحرب العالمية الثانية إلى الأولى الحديث عن سياسات اجتماعية، وكذلك تأرجح هذه السياسات الاجتماعية. بالنسبة للمغرب استفاد، إذن لا يمكن الحديث عن سياسات اجتماعية بالنسبة للمغرب إلا مع الحماية الفرنسية. وبالنسبة للحماية الفرنسية كما تعرفون كانت السياسات الاجتماعية تستهدف المقيمين الأجانب أو الجالية الفرنسية والأجانب أو الجالية الأجنبية العاملة في الشركات والعاملة في المؤسسات، وذلك من أجل تشجيعهم يعني للبقاء في المغرب أو المكوث في المغرب. إلى حدود 1917 تم إحداث صندوق الاحتياط الاجتماعي.
وفاتح مارس 1930 سيتم إحداث صندوق الاحتياط الاجتماعي، ولكن هذا كله كان يستفيد منه فقط الفرنسيون وكذلك الجالية الأجنبية المقيمة في المغرب. المغاربة لم يستفيدوا من هذا القانون إلا سنة 1931 حيث برزت السياسات الاجتماعية في ميدان التعمير. 1930 سيتم إحداث نظام المعاشات ومكتب العائلة الفرنسية سنة 1941، ولم تبدأ استفادة المغاربة إلا في سنة 1931. وهنا برزت واحد المجموعة من السياسات الاجتماعية كما أسلفت، كاين الصندوق ديال الوضع ديال أنظمة الحماية الاجتماعية وصندوق الاحتياط الاجتماعي وكذلك بعض نظام المعاشات إلى غير ذلك. ولكن كذلك بدأت السياسات الاجتماعية تستسري على قطاعات أخرى، منها القطاع ديال التعمير حيث ظهرت المدن الجديدة، والمدن الجديدة هنا كانت من أجل تمييز أو فصل المغاربة عن الأجانب. طبيعة الحال الأجانب هم اللي كيمتازوا بمعمار له هندسة صحية إلى غير ذلك، وكذلك بناء يعني على يقوم على مقاربة صحية وعلى مقاربة يعني تستهدف حماية صحة المواطن. إذن على العموم إذا حاولنا أن نختم المحاضرة الثانية، سأحاول أن أتطرق إلى ثلاث مستويات. المستوى الأول هو التمييز بين التدبير الاجتماعي والسياسات الاجتماعية. التدبير الاجتماعي هو كل جواب للمسألة الاجتماعية وللسؤال الاجتماعي، ولكن انطلاقا من مرجعية تنبني على الدين، على الإحسان، على العادات، التقاليد، الأعراف إلى غير ذلك. المستوى الثاني هو أن التدبير الاجتماعي يستهدف الجواب على حاجة معينة وملحة، ولكن السياسات الاجتماعية هي مبنية على القانون، على التشريع، والسياسات الاجتماعية لا تسعى فقط إلى الإصلاح بل تسعى إلى التغيير. والمستوى الثالث، المستوى الثالث هو أن التدبير الاجتماعي هو لا يحارب الفقر، هو فقط يدبر الفقر، يجعل الفقراء يعيشون، يقتاتون، يأكلون، يشربون، ولكن لا يغير وضعيتهم كفقراء. لكن السياسات الاجتماعية هي تسعى لمحاربة الفقر، السياسات الاجتماعية تسعى إلى تغيير وضعيات الفقراء عن طريق ماذا؟ عن طريق الزيادة في الأجور، عن طريق التأمين، عن طريق الأنظمة الحماية الاجتماعية. هذه كلها تحمي الإنسان والعامل والأفراد من ألا يسقطوا في وضعية الهشاشة ووضعية الفقر. النقطة الثالثة أو المستوى الثالث الذي أود أن أختم به هذه المحاضرة، التدبير الزجري. التدبير الزجري لفهمه سأعطيكم كما أسلفت في المحاضرة الأولى مثال بنقطتين. النقطة الأولى وربما كنا قد تطرقنا لها في المدرج قبل الحظر الحجر الصحي، ويتعلق الأمر بالقانون الجنائي المغربي. القانون الجنائي المغربي في الفصل 333 والفصل 723 تقول أن كل من ضبط متلبسا بوضع متسكيع أو مشرد، وخاصة إذا كان يحمل بعض الأدوات التي تؤذي المواطنين، يعاقب بالسجن. والمشرع حدد العقوبة الحبسية بالنسبة لهؤلاء. إذن النقطة الثانية هي هذا الحجر الصحي اللي كنعيشه اليوم في المغرب وفي العالم. إذا شفتوا مثلا، نعطيكم بعض الأمثال مثلا من دول، لا شفتوا مثلا روسيا. روسيا قال لك يا الحجر يا 5 سنوات سجنا، يعني كان بوتين كان واضح، الحجر أو 5 سنوات سجنا. هنا بعض النقاشات اللي كتقول حقوق الإنسان، حقوق الحريات إلى غير ذلك، ولكن هنا لا، في السياسات الاجتماعية يصبح السؤال ديال الصحة من اختصاص الدولة ومن اختصاص الحكومة. إذا التدبير الصحة العمومية
وحماية الصحة العمومية تستلزم شريعا وتدبيرا زجريا لهذه الوضعية. لماذا؟ لأن هي مقاربة وقائية، خروجي يشكل خطورة على الناس، وخروجي سوف أوجد وسط ناس يشكلون خطورة علي. إذن لابد من الالتزام يعني بتدابير التي تضعها يعني المراسيم. إذن بما أن المراسيم يعني وضعت مجموعة من التدابير، إذن الأمر يصبح يتعلق بسياسة اجتماعية. لو بقي الأمر يعني مرتبط يعني فقط بأعراف وبنصائح سيصير الأمر تدبيرا اجتماعيا. إذن أختم المحاضرة الثانية بالتركيز أساسا على المفاهيم، وخاصة أشكال التدخل. تدخل يعني، وهذه الأشكال ديال التدخل هي التي ستؤسس لنا يعني مجموعة من أنماط الدولة، مثلا الدولة الحارسة أو الليبرالية ولا الليبرالية الجديدة. فالدولة الحارسة مثلا ما يهمها هو فقط حماية الحدود وحماية الأمن، في حين أن الدولة الليبرالية أو الليبرالية الجديدة تجيب عن المسألة الاجتماعية ولكن بطرق تشريعية. لكن يبقى السؤال، خاصة أمام التحولات التي يعرفها العالم نتيجة العولمة، ونحن كنعيشوا الآن عولمة الأمراض العابرة للحدود، يبقى التساؤل: هل نحن أمام نهاية الليبرالية الجديدة، نهاية الدولة الليبرالية الجديدة والانتقال إلى الدولة الاجتماعية؟ إذن هذه أمور ينبغي أن نفكر فيها بشكل كبير. أيضا ينبغي أيضا أن نهتم بمضامين السياسات الاجتماعية. ما هي المضامين التي نجدها أو مضامين المشرع الاجتماعي بالنسبة للمرأة، بالنسبة للطفل، بالنسبة للعمالة، بالنسبة للعمال، بالنسبة؟ إذن هذه المضامين هي التي تؤسس لسياسات اجتماعية وتؤسس كذلك لسياسات أسرية. إذن أختم بهذه القضايا وأضرب لكم موعدا في المحاضرة الثالثة بإذن الله. شكراً.